الأسباب التي تجيز هجر المسلم، وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟ هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام، فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال، فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟ الحدود، واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب تبنا وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع، فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم.